مرحبا علي، اذا مهند معك قل له يا ريت يحكي معي، الموضوع كثير ضروري. اذا بتريد لا تنسى. علي عم بقول له كثير لمهند عم يطلع خارج التغطية، لما تشوفه قل له خليه يحكي معي دغري. شوفي وصلتني كان رسالة لألم. هاي سمرة متصلة فينا لما كنا جوا وبعتت لي رسالتين ومؤيد كمان. واضح الموضوع خطير لأنه متلبكين. خود هدول مني. هاتوا. اوف شو كل هاد؟ اوف كل مرة بهالعمر اجينا فيها على السينما، ما بدهم يخلونا نتهنى؟ مهند عمي باسطنبول وعم يسأل عني، اتصل فيني فورا، انا خايفة كثير. شو صاير؟ هلا الاهل على طول بيكونوا مستعجلين، وبالاخير بيطلع الموضوع عادي مثل مثل غيره. مهند بس توصلك الرسالة تعال على البيت. اللي شوفي استنى شوي. الو مهند شو الموضوع؟ عمي اجى سأل عني بالبيت، ألف الحمد لله اللي كنت برا، هو شايف مروى وقايل له بده يلاقينا لو شو ما كلفوا الموضوع. لحظة، على مهلك شوي علي، هو إمتى اجى؟ عم قلك لك أنا كنت برا ما بعرف، واضح إنه مصر، أكيد هلا بيكون سائل عنك بالمخفر وعرفان عنوان بيتكم ورايح لعند أهلك. شو هالمصيبة؟ شو هالمصيبة؟ شو هالمصيبة؟ طب وهلا شو راح نساوي؟ أنا كثير مرعوبة. خليكي عندي ولا قال لك روحي يلا انا هلا رح سكر ورايح دغري لعند اهلي يلا بشوفك اللي شوفي مضطر روح بعدين بقول لك بروح معك بس اللي شوفي هون انت خليك معهم خليك مع الصبايا ولا تخاف ما في شيء مهم لك طيب ليش مستعجل قلت بحياته الدور ما حيصلنا كل البنات كانوا جوا مزبوط يلا خلونا نفوت مهند فات قبلنا؟ لا اضطر يروح لوين؟ ما كان يقول متصلة سمرة وتاركت له رسالة قام مثل المجنون حمل حاله وراح نفسها سمرة رفيقته مهند مزبوط يلا امشي بعتنا البنت على اسطنبول لحتى تدرس مو عارفانين انه رح ينضحك عليها وتتبهدل بلكي اللي عم تحكيه كذب شو كذب وفوق هاد كله حامل من ابنكم خريج محبوس بعدين كيف بيتزوج على كيفه مو مكلف خاطره يخبركن ولسه عم تدافعوا عنه رو خلينا بالاول نشوف الصبي ونفهم القصة ماشي وانا ناطره لشوف شو بده يقول اخي كان رح يصير قاتل بسببه سحب سلاح عليهم بالزور أخذت المسدس منه البنت تصاوبت لو ما كنت موجود كان رح يخلص على اثنين يلي فهمته أنه إيده مكسورة أعطيني الصبر يا رب شو رأيك؟ ها؟ معقول هيك؟ أخي ينسجن والولاد يموتوا؟ بعيد الشر هاد هو؟ أنت لو كنت مكان أخي شو كان ممكن تساوي؟ ها؟ معقول تقبل بهالوضع؟ أهلين بانا شو أخبارك اليوم طمني ماشي الحال منيح عملت اختبار للمنتج اللي بدنا نجيبه جماعة الخدم الموجودين عنا بالبيت وطعميتهم منه وعجبهم وأكلوا أصابعهم وراه أي ممتاز بس الطباخ ما عجبه قال كتير عادي كل ما حدا أكل وقال طيب بيجن وبيطق من الغيرة عن جد مؤيد في شي حبيبي ليكي بنا أنا هلأ عندي مشكلة عائلية بحكي معك بعدين حبيبتي أوكي وشو هالمشكلة هي؟ هلأ ما بقدر أحكي خلاص بشوفك وبخبرك ماشي اللي بقدر ساعدك بشي لا 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 شكرا بنا طيب لما تخلص خليني أشوفك Thank you.
ماما ما جابوا لك من المنتج تبعنا؟ امبلا جابوا لي. ايه؟ وشو رأيك فيهم؟ طيبين. بس هيك؟ الكل طار عقله فيهم. بكرة الناس رح تحب طعمته كتير ورح ينتشر بسرعة. الجماعة لما شافوا تصميمنا انبسطوا كتير منا. كنت خايفة يطلع لنا شي مشكلة بآخر لحظة بالشغل، بس كل شي مشي مثل ما بدنا نحنا. ما توقعت تكون بسيطة لهالدرجة. توفقنا بالشراكة معهم، ما كان في تعقيدات أبدا. ماما أنت مانك معي بنوب؟ سمعانتك. لا مخك بمكان تاني أبدا، وبرأيي إنه هالمشروع فكرته حلوة. برافو. طيب إلي اللي شو عملتي بغيابي؟ قضيت نهاري بالشركة لأنه كان في شغل متراكم عندي، مضيتها عم شوف التقارير والحسابات. شغلة معدة كتير. معناتها بنكفي بعدين، بس تكوني مروقة. شكلك اليوم مالك مرق تحكي بشي. السيد عادل هلا بلش يدوقن. ايه كيف؟ والله انا عجبوني كتير، كويسين. وهلا كل واحد فيكم رح يشق ورقه من هدول وبده يكتب لي رايه بكل الاصناف، شو موافقين؟ موافقين. بدي اعرف شو اكثر صنف عجبكم. كيفك امي؟ شوفي. لا تطلعي بالساعه، ماني متاخر، لما حكيتيني دغري اجيت. منروح منحكي بالمكتب. الحقني لهونيك. شوفي. شو القصة أمي؟ تعال اقعد. إيه؟ احكي لي. فتحنا الخزنة الكبيرة تبع الشركة اليوم. ممتاز. لقينا هي وصية عطا بيك محطوطة بالخزنة بعناية. يعني معناها أكيد فيها شي بخصني مو هيك؟ مزبوط. بس معظم الوصية متعلق ببانا، بما فيها حصتنا من الشراكة مع عائلة قطمان أوغلو. كل شي تاركه لبانا وإلك 17%، بس الورقة يلي معك بتغير مضمون الوصية كله. حصتك كانت صغيرة، شو يلي غير له رأيه بآخر لحظة؟ شو بتقصدي من كلامك؟ في شي مو طبيعي، حابة أعرف شو اللي غير له رأيه فجأة. شو يعني؟ بالرغم إنه كان معارض، بدي أفهم لشو ترك لك هديك الشركة كلها إلك. والله ما بعرف. مين بيعرف لكان؟ شو صاير بدر؟ شو يلي خلى عطا يغير رأيه قبل يوم واحد بس من وفاته؟ أنا حاسس هذا مانو سؤال، كأنك بكلامك عم تلمحي إني عامل شي مانو مزبوط. أبداً. بلا واضح إنه في عندك شكوك، وأكيد حكيتي مع بانا بهذا الموضوع. شوفي هاد لشوف أنا موضوع هاد اللي حكيت فيه معي. خدي، أصلاً ما في شي بيتخبى. شو هاد؟ هاي الوصية اللي تركها أبوكي.